من نصيب بشاير لسمو الشيخ حمد بن محمد بن راهب سعيد مكتوم مع سعيد بن راهب بن حمد بن غني الكبير 9:22 جزئين من الثانية. تهانينا وناموس تهانينا على هذا الأداء المميز. مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل نجدد لكم التحيه، وها هي انطلاقه شوط الختام اما بعون من الله تعالى وتوفيقه. شوط الختام هو خاص بايضا الاذاعه البكار المهجنات الاصايل لاصحاب السمو الشيوخ على ارضيه هذا الميدان في هذا الانطلاق الجميل. نتابع مسيره هذا الشوط، نتابع الصداره والمقدمه، نتابع رمرومة من تأتي على الصدارة وعلى المركز الأول. رمرومة هنا من هجن لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب سعيد المكتوم عفوا بقيادة سعيد بن راهب بن حمد بن غدير الاكتبي، من يضم الرمرومة على المركز الأول. المركز الثاني تأتينا إثارة على المركز الثاني من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راهب بن حمد بن غدير، وعلى المركز الثالث تأتينا هنا قرطاسة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب سعيد المكتوم مع سعيد بن راشد بن حمد بن غدير لقتبي، والقادمة هنا في هذه اللحظات الطيارة. الطيارة من هجن الرئاسة بقيادة صالح بن سعيد بن عري المري. خامس المراكز تأتينا شقرة لسمو الشيخ زايد بن المرب مكتوم المكتوم محمد بن علي العويسي، وسادس المراكز الضبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع محمد بن سعيد بن مروشد في التضمير. من زايد بن طحنون بن محمد آل نهيان عيسى بن سعيد الخيلي في تضميرها، وعلى المركز السادس المنطلق العنود من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. سابع المراكز نجدة أيضا من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راهب بن حمد بن غدير، ومن الجانب الآخر طرفاشة القادمة سمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعود المكتوم مع سيد بن عمير العميمي، ومن الجانب الآخر قرطاسة تأتينا أيضا في هذا الانطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعود المكتوم مع سعيد بن راشد بن حمد بن غدير لكتبي، وعاشر المراكز شقرة سمو الشيخ زايد بن المرب مكتوم المكتوم محمد بن علي العويسي، وبعودة إلى صدارة، بعودة إلى المقدمة، بعودة إلى المركز الأول. أرى التسلل من إثارة، إثارة من تسللت على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، إثارة من انطلقت بالتحدي وبالإثارة في هذه اللحظات من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير، من انطلقت على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني رمرومة على المركز الثاني سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مع سعيد بن راهب بن حمد بن غدير لكتبي، مع الكيلومتر الأخير هناك تأتينا الطيارة في المركز الثالث من هجن الرئاسة بقيادة صالح بن سعيد بن عري المري، وفي المركز الرابع تأتينا الضبي سمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع محمد بن سعيد بن مروشد هذا الانطلاق، وخامس المراكز تأتينا العنود، وسادس المراكز نجدة لهجن العاصفة بقيادة حمد بن راهب بن حمد بن غدير، وفي المركز السابع الشاهينية سمو الشيخ زايد بن طحنون بن محمد آل نهيان مع عيسى بن سعيد الخيري في التضمير، وبعودة إلى الصدارة، بعودة إلى المقدمة، بعودة إلى إثارة على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، إثارة من تسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المركز الأول. إثارة في هذا الانطلاق والتحدي من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راهب بن حمد من غدير، الظبي قادمة، الظبي على ثاني المراكز سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع المتعب محمد بن سعيد بن مروشد، ولكن إثارة هنا على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، تسيطر على زمام الأمور، تسيطر بالانطلاق، تسيطر بالتحدي. تهانينا، تهانينا للعاصفة وهجنها على هذا الأداء المميز. تهانينا لمالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم على فوز إثارة بالمركز الأول. تهانينا للواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير، ولحظة الوصول إلى خط النهاية الظبي من تأتينا في المركز الثاني سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع المتعب محمد بن سعيد بن مريد. المركز الثالث وصلت نجدة من هجن العاصفة. المركز الرابع الشاهينية سمو الشيخ زايد بن طحنون بن محمد آل نهيان. المركز الخامس الطيارة من هجن الرئاسة من وصلت على المركز الخامس. هذه هي النتائج للمراكز الخمسة
الشوط الأولى في هذا الانطلاق والتحدي الجميل. نعود إلى التوقيت الزمني ولحظة الوصول لمشاهدينا ومتابعينا الكرام هنا أيضا لإثارة في هذا الانطلاق والتحدي. 9:21 أربعة من الأجزاء من الثانية هو توقيت زمني. تهانينا لهجن العاصفة أهل واثق حمد بن راهب بن حمد بن غدير. بينما المركز الثاني مشاهدينا الكرام تتنظمي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر السيد محمد بن سعيد بن مروشد المتعب، وسجل التوقيت الزمني مقداره 9:22 ثمانية من الأجزاء من الثانية. أما على المركز الثالث فكانت هناك العنود من هجن العاصفة أو نجدة من هجن العاصفة ووصلت على المركز الثالث بقيادة الواثق حمد بن راهد بن حمد بن غدير. 9:24 أربعة من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس تهانينا للجميع. تهانينا.